اهلا بحضراتكم من جديد. نروح مع حضراتكم بقى ونشوف اخبار الناشئين في الصحف والمواقع، ونبتديها مع فريق 2003، الفريق المحترم داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ما شاء الله محقق نتائج عظيمه في الماتشات الاخيره. اهلي 2003 يفوز على المقصه بثنائيه نظيفه في بطوله الجمهوريه. سجل اهداف الاهلي ميدو نبيل هدفين، وافتكروا معايا الاسم ده، ميدو نبيل في فريق 2003. عندنا ميدو نبيل، عندنا ميدو اسامه، عندنا رأفت خليل. افتكروا الثلاث أسماء دول معايا، عشان دول إن شاء الله هيكون ليهم مستقبل في النادي الأهلي. نروح بعد كده لأهلي 2008 اللي بيفوز أيضا على اتحاد الشرطة في بطولة منطقة القاهرة مع الكابتن أحمد صديق. سجل أهداف الأهلي شلبي يوسف في الدقيقة 50 ويوسف علاء في الدقيقة 83. أهلي 2005 كان على طريق الفريق الأول وحقق فوز قاتل على سموحة. فريق 2005 بيفوز على سموحة في مباراة حلوة قوي، مباراة النادي الأهلي تسيدها، كسب 2-0، بعد كده سموحة رجع للتعادل 2-2، بعد كده يوسف عفيفي. يوسف عفيفي، افتكروا معايا الاسم ده، يوسف عفيفي في الدقيقة الثالثة من وقت الضايع في الشوط الثاني بيحرز هدف التقدم للنادي الأهلي. أحرز أهداف النادي الأهلي أحمد عزت في الدقيقة 14، سيف الطيب في الدقيقة 18، ويوسف عفيفي في الدقيقة 93. تعالوا نشوف مع بعض أهداف اللقاء. طبعا المباراة كانت في ملعب سموحة، النادي الأهلي فاز زي ما بقول لحضراتكم 3-2 في الثواني الأخيرة عن طريق اللاعب يوسف عفيفي في الدقيقة الثالثة من الوقت الضايع. بنشكر طبعا الأستاذ وائل عزت اللي أهدانا الأهداف، علشان المباراة كانت خارج ملعبنا، كانت في ملعب سموحة، فبنشكر الأستاذ وائل عزت. عايز أشوف مع حضراتكم الهدف الثالث وعايزين نحلله مع بعض، إن الهدف الثالث هدف فيه روح الفانيلا الحمراء. زي ما احنا شايفين اللعبة ابتدت من ناحية اليمين، ضغط هايل، بعد كده عرضية ممتازة من سيف أيمن في تكملة هجومية. شفنا يوسف جمال موجود في ال 18 اللي بيباص ليوسف عفيفي، يوسف عفيفي بيحطها بمهارة عالية هنا. في ضغط عالي 2-2، الكرة بتروح هنا بيقطعها اللاعب رقم 10، بتروح لسيف أيمن ناحية اليمين، بيرفع عينه بيعمل عرضية قوية سيف أيمن. طبعا في تكملة هجومية في أحمر في ال 18، الكرة بتوصل خارج ال 18 ليوسف جمال اللي بيعملها ليوسف عفيفي اللي بيستلم استلام حلو، هو الهدف الاستلام بيحطها بمهارة عالية في الزاوية البعيدة على حارس المرمى، على مين؟ حارس المرمى. هدف حلو، حلاوة الهدف إن في شخصية النادي الأهلي. طبعا شايفين بعد الهدف
فرحه كبيره، الجهاز الفني كله، كابتن شريف عبد الفضيل، الجهاز الطبي، الجهاز الاداري، كل اللعيبه الاحتياطي اللي قاعده بره كلها نزلت واحتفلت مع اللعيب اللي احرز الهدف يوسف عفيفي. الهدف ده بيظهر فيه شخصيه النادي الاهلي، مهمه جدا للولاد في السن الصغير ان يعيشوا المواقف دي، وانت متعادل 2-2 ازاي ترجع للمباراه في الثواني الاخيره. علشان كده بقول الهدف ده من الاهداف الحلوه، علشان فيه شخصيه النادي الاهلي، سيف ايمن، يوسف جمال، يوسف عفيفي، هدف حلو جدا من الاهداف الحلوه. الحاجه الثانيه برضو لازم يعني نشكر او نتكلم كويس عن حارس المرمى حازم جمال. حازم جمال والنتيجه كانت 2-0 للنادي الاهلي، صد ركله جزاء في الشوط الاول، كانت برضو نقطه مهمه جدا عشان تغير مجرى اللعب. 2-0 للنادي الاهلي، تصدى ركله جزاء حارس مرمى حازم جمال. من اللعيبه اللي اتالقوا في المباراه دي عندنا اللاعب محمد رأفت، عندنا بوستنجي، عندنا معتز محمد، وايضا سيف محمد، ويوسف جمال، ويوسف عفيفي. اللعيبه دول تالقوا في المباراه بشكل كبير، علشان كده احنا النهارده وقفنا عند مباراه 2005 انها فعلا من المباريات المهمه جدا، وكمان قربت فريق 2005 من المنافسه بشكل كبير، اصبح ما بينه وبين الاول فرق نقطه واحده.